تغريدة السيد الصدر غيرت بالمواقف. أي مواقف التي غيرتها؟ ما قبل تغريدة الصدر الحكومة العراقية يعني والخارج كل العراقية علنت موقفها. يعني سيد مناف بس اسمع لو سمحت لي، السيد هادي العامري، يعني السيد هادي العامري كان يحتاج إلى تغريدة السيد الصدر كي يخرج بتغريدة وببيان يستنكر ويدعو إلى غلق الحدود؟ أم السيد عمار الحكيم كان ينتظر هذه التغريدة؟ أم الحكومة العراقية؟ أم رئيس الجمهورية؟ أم إقليم كردستان؟ ما الكل متفقين على هذا الموقف، وبالتالي لم تكن تغريدة تؤثر على تغريدة أخرى. هذا موقف وطني، مو معناها السيد الصدر مع احترامنا إلى والجميع يعني بتغريدته هو اللي دفعهم بتغيير مواقفهم. ليش؟ شنو مواقفهم سابقا؟ شنو كان موقف العامري سابقا حتى يتغير بتغريدة السيد الصدر؟ الجواب الآن؟ أسد تفضل. لا يعني هو أصلاً هي شنو التغريدات السابقة يعني أو المواقف السابقة تجاه التدخلات يعني التدخلات التركية أو حتى التدخلات الإيرانية وحتى بقية التدخلات؟ طبعاً نحن نرفض جميع التدخلات أو عمليات القصف التي تستهدف بها المواطنون العراقيون. أقول اليوم أنت تقول لي يعني كان ينتظر الجميع، بل كانوا نائمين حتى تحدث السيد الصدر. ما هي مواقف الحكومة السابقة ووزارة الخارجية السابقة حتى نقول أنها لا يوجد هنالك تغيير بالموقف؟ هنالك اليوم تغيير في المواقف، لجنة تذهب لتقصي الحقائق، ونطالب أيضا أن يكون هنالك تغييرا أكبر من ذلك. نطالب بأن يكون هنالك استدعاء فوري للسفير التركي وتوجيه رسالة شديدة اللهجة وقطع المطارات والمنافذ، وبالنتيجة يجب أن تعلم تركيا أن العراق ليس ضعيفا إلى الدرجة التي تسمح لها بأن تسفك دم أبنائها وأن تتجاوز السيادة متى شاءت وكيف شاءت. هذا ما أقول به. وبالتالي يعني بالنتيجة التغريدة التي تتحدث عنها كلها جاءت بعد تغريدة السيد الصدر، وأقول يعني على أساس ذلك بأن تغريدة السيد الصدر اليوم والتي جاءت بطرح جديد اليوم، يعني دائما ما نسمع يعني استنكارا ضعيف أو استنكار من قبل خارجية أو حتى من قبل الحكومة، لكن اليوم يراد أن يكون هنالك تشكيل فريق عمل، ويراد أن يكون هنالك اتخاذ إجراءات مختلفة عن الإجراءات السابقة. وبعد السيد الصدر بدأ الآخرون يطالبون.